بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة ورسائل تاهت في الطريق إلينا. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 806 لقاء الاثنين من ملك كتابة. المهندس عدلي بيدور على حاجة ضاعت في الطريق. خير خير يا استاذ ابراهيم، احنا لسه مخلصين كاس العالم للانديه، والناس عماله تتكلم على النظام، على التعديلات، على فلسفه الاتحاد الدولي في لعب كره القدم وكيف ان تلعب باوقاتها السليمه الصحيحه، الملاعب، التصوير، التحكيم، كل شيء. وقلنا ايه احنا، اين نحن من هذا؟ علينا ان نبني ونبتدي اذا كنا جادين ان احنا نطور واقعنا، ولكن للأسف الشديد نستطيع أن نهضم أي نجاح ونسترجعه إلى كل عناصر الفشل. إحنا بنعرب أو بنمصر في كرة القدم كل العناصر الناجحة في الخارج ولا نستوعب إلا السلبيات. مش ممكن ما يحدث في الدوري المصري في الكام أسبوع اللي فاتوا دول، نفس الأخطاء التحكيمية ويعني الشكوى من الفار، نفس الشكوى من التصوير، نفس الشكوى من الملاعب، نفس الشكوى من طريقة احتساب الوقت بدل الضائع. كيف نتطور ونطلع نقول عايزين ننظم كاس العالم وهنحقق نفس النجاح؟ نتمنى، نقدر، لكن إرادة التغيير مش موجودة يا أستاذ إبراهيم. ما زلنا عايشين توجهاتنا ورسائلنا الخاصة مع أنفسنا، انتماءات وتوجيهات ووكيل بمئة مكيال. ما كيف يمكن يعني الحقيقة؟ وفي النص بقى كل ده بيؤدي لإيه؟ ما هو اللي عايز يلتزم محدش بيسمع كلامه، بينعكس على كل عناصر لعبة، محدش واخد الموضوع بجد، كل واحد واخد الموضوع النهاردة أستفيد من الوضع الفوضوي ده بأقصى درجة ممكنة ماديا. احنا بنصرف كتير جدا على كرة القدم ولا نحصل منها على من عندنا مواهب وعندنا دوري قوي. عندنا دوري قوي، مش نتيجة النظام، دوري قوي لان اللعيبة بدأت تتقارب. فالنتائج يعني طول عمرنا نقول ايه، ما احنا ما بنعرفش مين متصدر ومين بره ومين والدوريات بره بتقبل ما نسميه نحن مفاجآت، واحنا نوصل للمنافسات الشديده دي كده ازاي؟ فلما تحصل عندنا نبتدي نقول لك ده تراجع الكبار ويعني نهضه الصغار. بس ده الوضع الطبيعي، ان المفروض يبقى فيه منافسه، بس منافسه في ايه؟ في المستوى العالي وفي الحقوق السليمه وفي كره القدم الحقيقيه اللي بتلعب من اجل اشتعال المنافسه، ولكن مش تهميد الناجح ويعني تنجيح الفاشل. مش هنسميها الفاشل، تسهيل الامر على الاخرين. فالموضوع كده باخ قوي يعني. وفي النص لازم تكون مجهز لنا قضيه بقى نقدر نتكلم فيها. ده كلام مهم الحقيقه، بيعبر عن مجمل هذه الحلقه وتلك ابرز عناوينها. مقالي ومقالوا، لا شكر بين الأشقاء. في الغربال حق الغضب. وبعضمة لسانه عن من الضالع في الوقت الضائع. والشموع الحمراء عن أحمد مدحت يكن باشا. لكن أسرار الملك عن سعيد أبو النور. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة.